نروح لنادي السيمبا اللي طبعا موجود في المجموعه بتاعه النادي الاهلي في دوري ابطال او في كاس العالم للانديه، والاعلن الحقيقه ان هو بيتعاقد مع مدرب جديد وهو الفرنسي ديدي جوميز علشان يتولى المهمه الفنيه للفريق الاول بالنادي التنزاني. النادي التنزاني يمكن كان وجه الشكر للمدرب البلجيكي اللي فات الشهر ده، وتم الاستقرار على تعيين مساعده سليماني ماتولا لحين التعاقد مع مدير فني جديد. ومعروف جامس ده ان هو قبل كده قدر ان هو يدرب نادي المريخ السوداني والاسماعيلي المصري.